معا النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. زي النهاردة كان المايسترو صالح سليم الرمز الكبير طبعا واحد من أكبر وأهم رموز النادي الأهلي بيستلم جائزة نادي القرن اللي ما زالوا لغاية اللحظة رغم مرور إيه أنا بتكلم في 22 سنة يعني قرن عدى تقريبا ربعه ولسه الناس بتتكلم شاء من شاء وأبى من أبى وبإذن الله إن شاء الله إنجازات النادي الأهلي اللي حققها بس تكفيه بإذن الله إن هو يحقق لقب نادي القرن الجديد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية والحديث يبتدي من امبي لانها مباراه زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه جت في ظروف صعبه جدا وفي توقيت مهم جدا هي بمثابه حتى اللحظه اتوقع انها الخطوه قبل الاخيره عشان نروح للمباراه طبعا مباراه الاهم على مستوى الموسم الحالي وهي مباراه الاهلي والوداد في نهائي دوري الابطال. اسمحوا لي ارحب بضيفي بدايه طبعا كابتن احمد عادل بيشرفنا النهارده في السادسة. مساء الخير يا كابتن احمد ومبروك 3 بونت مهمين في ظروف صعبة وفي توقيت مهم جدا. طبعا ببقى سعيد دايما وانا موجود مع حضرتك من الحلقات اللي بستمتع بيها جدا. اكيد مكسب مهم اكيد مكسب مهم وانا بقول مباراة امبارح بيبقى ليها مكاسب كتير معنويا في ظل الظروف الصعبة اللي مر بيها تيم النادي الاهلي او كفريق النادي الاهلي. اكيد مكسب مهم معنويا قبل طبعا بطولة غالية على النادي الاهلي ان شاء الله ان يكون دافع للفريق وللجماهير والمجلس كله ان شاء الله نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله ويبقى ده الدافع لينا يمكن لحد اخر ثانيه في مباراه انبي كان عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي ويمكن ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي. امبارح سوبر بلس 90 يعني امبارح الاهلي عودنا على بلس 90 امبارح سوبر بلس 90 الحقيقه. يمكن انا كان لاول مره كان معايا ابني في الاستاد وهو 8 سنين فقال لي انا عايز اروح المباراه فراح المباراه جت الدقيقه 90 لقيته بيعيط يعني ان الاهلي خسر قلت له يعني لسه هتشوف لسه هتشوف والحمد لله يعني هو اللي فرح معايا في الدقيقه 97 فالحمد لله هو ده دروح الفانيلا دي شخصيه الاهلي اللي معودين عليها اللعيبه وزي ما اتكلمت دايما المقاومات عند اللعيبه المقاومات عند الجهاز المقاومات عند مجلس الاداره مقاومات البطوله وده اللي معودنا عليه لعيبه النادي الاهلي. ايه اللي عجبك في ماتش امبارح؟ كوره الروح وكوره واللي عجبني اكتر جرأه مستر موسيماني في اخر 10 دقايق بالذات ده الجرأه الهجوميه اللي كانت عند مستر موسيماني في الدفع بالتغييرات مع عوده حسين الشحات كمان انا يعني انا حسيت ان الراجل بيلصب يعني هتلاقي اصابه كريم فؤاد واطمنكم الحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله اصابته خفيفه وان شاء الله باذن الله يكون جاهز ماتش الوداد لكن هو يعني احنا حتى ساعتها قعدنا نتكلم مين ينزل مكان كريم فهو رجع الشحات ورا وقرر انه انا توقعت انه ممكن متولي يكون ليه دور في التوقيت ده بس يبدو برضو انه تدخل متولي بعد يعني غياب طويل في مباراه زي دي وفي ظروف زي دي ونتيجه زي دي تبقى مغامره كبيره جدا. لا اكيد مغامره حرصا على متولي مش طبعًا. مغامره ان انا ادفع يعني ما اقصدش ان انا هجاوب بعد غيابه لسه راجع من اصابه فممكن ماتش زي ده طبعا ده انا التغيير ده توقعته اللي هو انا هيرجع حسين الشحات. لان كان مهم جدا ان انت تهاجم وحسين عنده مقاومات الهجوم يعني حسين عنده مقاومات الهجوم وبيأديها بشكل كويس حتى في اخر حوالي في الدقيقه 87 او 88 كان في تعليمات من الكابتن سامي قمصان ان حسين يستلم من على ال 18 من قدام 18 الخصم 18 انبي ما ينزلش يستلم من نص الملعب فدي كانت من اهم انا بشوف انها من اهم التغييرات اللي مستر موسيماني اشتغل عليها كويس مع نزول زياد طارق مع نزول حسام حسن بعض التغييرات اكيد كان ليها اضافه قويه مع الهجوم اللي كان من ناحيه علي معلول بالاخص في الشوط الثاني وده اللي كان المطلوب يمكن هنا قيمتك انت كلاعب بقيمه زي علي معلول ان هو يبقى موجود في المكان دوت وخصوصا دايما طريقه اللعب لما بنقول 4 2 3 1 4 3 3 الباك العكسي بيبقى واقف لكن المقاومات الهجوم او المقاومات اللي عند علي معلول بخبراته الكبيره جدا ان هو يبقى موجود في المكان ده فاكيد ده اللي بيفرق هنا قيمتك انت كلاعب
واكيد يعني فوز مستحق للنادي الاهلي امبارح. وجاد امبارح الحقيقه تالق وعمل جيم كبير جدا، شال كذا كوره الحقيقه. كان في يعني احنا عندنا شويه برضو مشكله في اللمسه الاخيره، صلاح محسن محمد شريف جالهم كذا كوره كانوا يخلصوا الماتش مرتاحين، لكن جاد كمان لعب مباراه يعني اكيد. وبيرسي ده برضه شوط واحده بالشوط الثاني انقذ اكتر من فرصه من عبد القادر، من حسين الشحات. لا محمود جاد جول كبير، واكيد جول منتخب مصر، فاكيد عنده ثقه المنتخب. لكن زي ما بقول لحضرتك كثافه الهجوم او كتر الهجوم ده بيبين الجول او الحارس المرمى للفريق الخصم. مين لفت نظرك من لعيبه الاهلي امبارح؟ امين اجاد، مين تالق، مين قدم مستوى حتى ممكن تكون انت ما كنتش متوقعه منه في المباراه؟ بشوف رامي ربيعه، رامي ربيعه كان من اميز الناس، وخصوصا راجل لسه راجع من اصابه. أيوة. لكن ما تحسش ان هو كان بعيد الروح والقلب والاصرار اللي عند رامي. يمكن زي ما كنت بكلم مع حضرتك قبل الفاصل ان رامي حتى لو خد مباراه الفاينا هيقدر يأدي بشكل جيد، وهو رجله يعني في لعيبه بتبقى فورمه المباريات عندها بتبقى غايبه بعد الاصابه. لكن مع رامي ربيعه الموضوع مختلف، عنده خبرات كبيره جدا مع النادي الاهلي، سواء هو ابن من ابناء النادي الاهلي، عنده روح الفانيلا، عارف قيمه النادي الاهلي كويس، فده بيديله دافع وشكل كبير جدا انه يظهر بشكل كويس يعني. صحيح. هقف شويه من الدوري المصري، هنقلك نقله يعني عنيفه شويتين، بس يعني خلينا نقول للناس اللي مستنيه او اللي مش متابعه انه في الدقائق او في اللحظات الاخيره دي انتهت بطوله الدوري الانجليزي اللي شهدت منافسه حتى اخر دقيقه وحتى اخر ثانيه بين السيتي وبين ليفربول. وخليني اقول لحضراتكم في ال 90 دقيقه اللي فاتت دي اللقب راح وجه ما بين ليفربول وما بين مانشستر يمكن مرتين ثلاثه. يعني طبعا ريمونتادا عالميه طبعا عملها السيتي بعد ما كان متاخر قدام استون فيلا اللي بيقوده مين؟ جيرارد، اسطوره ليفربول. كان متاخر بنتيجه 2-0 في الوقت اللي كان متقدم فيه ليفر بنتيجه 2-1، وكان خلاص اللقب تقريبا قريب جدا جدا من ليفربول. في كانت هتبقى مفاجاه قويه جدا جدا طبعا، ما كانش حد متوقع ده السيناريو ده ممكن يحصل. لكن بيقولوا لي انا ما تابعتش، بيقولوا في خمس دقائق بس قدر السيتي ان هو يحرز ثلاث اهداف في استون فيلا. كره ثانيه خالص. كره مختلفه تماما. وانا ما توقعتش كده بصراحه. يعني ما توقعتش كده لان اللي كان فيه سبب او شرط جزائي في عقد جرينيش ان السيتي لو خد البطوله استون فيلا ياخد 15 مليون يورو. فطبيعي ان استون فيلا هتحس انه مريح شويه وعايز ال 15 مليون يورو. لا دي ما عندهاش الكلام ده. فلقيت النتيجه 2-0 فاستغربت. خد بالك جيرارد برضو اللي بيمثل جيرارد المدير الفني. فلا يعني لحد اخر دقيقه وبعدد البناط دي في دوري من اقوى دوريات العالم. وانت صغير كنت بتتابع اكتر دوري ايه او اكتر نادي في اوروبا؟ يعني ايه الدوري اللي كنت حريص انك انت تبقى بتتابعه وتتفرج على الانديه بتاعته؟ اكيد الدوري الانجليزي. كنت بتتفرج على الدوري الانجليزي؟ الدوري الانجليزي وبالذات مانشستر يونايتد. مانشستر لما كان كريستيانو اليكس فيرجسون. مع اليكس فيرجسون وسير اريكسون مع مانشستر يونايتد، وفيرجسون مع ارسنال. لكن مع ذهاب كريستيانو وراح ريال مدريد، وقبلها كنت بتابع ريال مدريد طبعا. رونالدو وبيكام والمجموعه دي كلها، فكان دول يعني اقرب الدوريين لدوري اسباني ودوري غريب قوي التحول اللي حصل ده. يعني معلش هبعد بينكم هرجع تاني طبعا الماتش دوري ابطال، بس يعني دايما بحب اتكلم في الجزئيه دي مع الناس اللي يمكن من جيلي. الانجليز كان عندهم دوري عنيف قوي، عنف جماهيري، شغب بره الملعب وجوه الملعب، وما كانش عندهم قدره ان هم يجيبوا اهم نجوم العالم. يعني اهم نجوم العالم كنت دايما تلاقيها في ايطاليا، كنت دايما تلاقيها في اسبانيا، شويه ممكن المانيا، برازيل. لكن الدوري الانجليزي ما كانش عندهم القدره ان هم. لما تيجي تبص الدوري الانجليزي في 20 سنه النهارده تشوف عدد عائد البث التلفزيوني، تشوف نسب الحضور الجماهيري، تشوف كواليتي الملاعب، تشوف التصوير، تشوف قوه العناصر اللي موجوده كاسماء في الدوري الانجليزي، تشوف قدره الانديه الانجليزيه على المنافسه. لا الناس دي عملت طفره عنيفه جدا. عملت طفره، وخصوصا في التعاقد حتى مع مدربين، حتى صحيح. في التعاقد مع اللعيبه. يمكن كان كله بياخد يعني انطباع عن الدوري الانجليزي الدوري اجريسيف، كله ضرب كله جري. لكن كل كور طويله، كل كور طويله. الدوري الانجليزي زمان كانت كلها كور طويله. كانت كلها كور طويله. التطور في الاداء او التطور في طرق اللعب ده رجع للمديرين الفنيين اللي كانوا موجودين، وطبعا من اهمهم بيب جوارديولا بقى له 4 أو 5 سنين مع السيتي، والاستقرار عليه والابقاء عليه. مورينيو درب هناك، جوارديولا درب هناك، انطونيو كونتي بيدرب هناك، يعني كل فتح ارتيتا هناك.
وارتيتا مساعد بتاع بيب جوارديولا، لكن التطور في الاداء حتى التطور في طرق اللعب هو ده اللي علق قيمه الدوري الانجليزي. الناس على طول هناك بتغير، يعني ما عنديش طريقه لعب وافضل مستمر عليها طول الموسم، لا انا بجيب زي جوارديولا كده بيجيب لعيب يمشي مع طريقه لعبه هو، مش اللعيبه هي اللي بتمشي طريقه اللعب. لكن ده مهم جدا على اي مدير فني ان هو يبقى عنده الشخصيه ان هو يغير في طرق اللعب حتى مع الاداء اللي معاه كلعيبه. فده التطور في اداء اللعب ده اللي فرق مع الدوري الانجليزي. يعني اذا كان في رغبه، الحقيقه انا بشوف انه واحده من التجارب المهمه جدا اذا كان عندنا رغبه، يعني ان احنا على مش بقول ننافس على مستوى دوريات العالم لان امكانياتنا بالتاكيد ما تسمحش بده، والارقام والميزانيات اللي عندنا ما تسمحش بده، لكن على الاقل تسمح انه في حدود المنطقه يبقى عندنا دوري يكون رقم واحد. بقول ده وانا واثق تماما انه في مصر هنا بما تملك الدوله من امكانيات والملاعب وبنيه تحتيه وشاشات واعلام تقدر الحقيقه انها يكون عندها الدوري رقم واحد على مستوى منطقه الخليج وشمال افريقيا. هرجع لماتشنا المهم بقى كابتن احمد، مواجهه الوداد المغربي في نهائي دوري الابطال. كنت بقول انه ده اهم مباراه للكره المصريه كلها في الـ في الـ في الموسم. يمكن هرجع بيك فلاش باك في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه في ماتشات افريقيا، ولو ماتشات نهائي مثلا بطولات افريقيا او كاس عالم، كانت ايه الحاله اللي بتبقى موجود حواليك انتوا كفريق؟ يعني انت احساسك كان بيبقى ايه كجمهور، كاعلام رياضي، كمؤسسات دوله؟ يعني حاله الدعم اللي كان الفريق بتاع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بتحسها وهي رايحه او داخله على ماتش مهم زي ماتش نهائي ده؟ بص، يمكن انا اللي مطمني بشكل كبير جدا ان احنا كل المباريات او كل النهائيات اللي خدناها في دوري ابطال افريقيا خدناها بره ملعب. يمكن من اولهم كان صفاقس، مش كلها بس يعني اغلبها احنا خدنا 10 بطولات، اعتقد 6 منهم جبناهم بره الملعب. أيوة. كان صفاقس بره، ترجي بره، ترجي بره، كوتوكو بره، قطن الكاميروني كنا بره. ده اللي مطمني ان النادي الاهلي برغم انا بشوف ان من الظلم ان انت تلعب فاينل في بلد المنافس، ان انت تلعب في المغرب، فدي برضو صعبه جدا. ولكن مش ما كناش، انا كنت بتكلم قبل المباراه، مش عايزين نستسلم لده، مش عايزين نستسلم الحاله دي. لا لا، احنا نحن لا نعرف الاستسلام بس خالص. فدي المقاومات دي زي ما بتكلم حضرتك عليها ان هي عند اللعيبه. أيوة. عند اللعيبه، ودي بتحقق التارجت دوت او بتحقق الهدف بتاعها. فعلا كان راجع ان اللعيبه قافله على نفسها بشكل جيد، وهنا اوضه اللبس اللي بتكلم حضرتك عليها مع اللعيبه الكبيره، الثقه، قيمه النادي، ده اللي بيبان. الاجواء اللي احنا كنا بنتعرض ليها كانت ضغوط، يعني الضغوط بتبقى علينا، لكن كنا مع اللعيبه كتر الاجتماعات اللي كانت بينا وبين بعض مع اللعيبه الكبيره اللي بيخرج الضغوط اللي جوه اللعيبه، فده مهم جدا الكلام حتى مع اللعيبه. حاله التوتر ممكن تتحول لحافز؟ يعني طبيعي جدا اي لعيب داخل يلعب مباراه نهائي بطوله كبيره، انجاز هيتحسب ليه هو شخصيا، يتكتب في تاريخه انه حقق اللقب ده مع النادي الاهلي، بيبقى في لازم يبقى في سنه توتر. انا فاهم ان كل واحد بيحاول يركز في الماتش ويحاول يركز في التمرين والاستعداد والكلام ده كله عشان يطلع احسن ما عنده، بس في حته توتر، في حته قلق، في حته خوف، ما دي مشاعر انسانيه. هي خوف وتوتر بيقلب بطريقه ايجابيه في حته حرص، بيدي حرص للعيبه بشكل كبير جدا، حرص في الباص، حرص حتى ان انا اغلط، بيدي بشكل كبير جدا، لكن مش تخوف. التخوف هنا هيعم على الفريق كله، هيبان في الاداء، لكن زي ما بقول لحضرتك المقاومات عند لعيبه النادي الاهلي، هم عندهم الثقه وعندهم الشخصيه وعندهم شخصيه الاهلي. دلوقتي بقت لعيبه كلها، وخصوصا ان المجموعه دي او الجيل دوت لما يحقق البطوله الثالثه على التوالي، انجاز كبير جدا هيضاف للعيبه، انجاز كبير جدا هيضاف للجهاز الفني، واكيد الحافز والطموح دوت عند اللعيبه. أيوة. مع طبعا قائد زي الشناوي، مع اللعيبه كلها الكبيره، السوليه، ايمن اشرف، وليد سليمان، كل اللعيبه، مش عايز حد، قفشه، ربيعه، كلهم عندهم الحافز والطموح ان الموضوع مش خوف، الموضوع مش قلق، مش توتر، لكن مسؤوليه بشكل كبير جدا. وفعلا اللعيبه تبقى عند حسن الظن حتى في المباريات الكبيره، وده اللي احنا مطمنين بسببه اكيد. 11 قدام 11، كفه قصاد كفه، 90 دقيقه تحدد مين بطل افريقيا. هرجع لك في المقارنه دي، بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد عادل. طيب نقول مبروك لمحمد صلاح حصوله على لقب هداف البريمير ليج مشاركه مع سون، طبعا نجم توتنهام. صلاح احرز هدف النهارده، لكن سون للاسف الشديد احرز هدفين بس، في النهايه هما الاثنين هيفوزوا بلقب هداف الدوري.
كنا لسه بنتكلم انا وكابتن احمد انه برده في سيزون خدها مناصفه مع ساديو ماني، وكمان بياكدوا لي ان اوباميانج طبعا كان موجود معاهم. فمبروك للنجم المصري محمد صلاح، رغم انه ما قدروش يحققوا لقب الدوري والسيتي هو اللي فاز بيه، لكن برده يحسب ليه انه شغال على لقب الهداف. دي حاجه طبعا تحسب ليه جدا، اكيد انجاز كبير ليه شخصي في ادائه مع ليفربول، اللي انا بتمنى ان هو يستمر مع فريق ليفربول. انجازاته الكبيره جدا، انجازاته مع الفريق، قيمته كلاعب داخل الفريق وفي الدوري الانجليزي. يعني لو جاله عرض من الريال او البارسا تحب انه يرفضه ويكمل؟ عايزين نشوف لعيب في ريال مدريد، في الريال ولا في البارسا يعني. لا اعتقد طبعا مشواره في ليفربول مش هيتكرر تاني، وريسك كبيره انه يروح في اي حته مش بس ريال او ليفر. بس انا لسه اشوف لعيب مصري بيلعب في نادي زي برشلونه. اعتقد بعد صفقه او بعد تجديد امبابي لباريس سان جيرمان اكيد وارد انه يبقى في تحرك في ريال مدريد. اكيد وساعتها توافق ولا تنصحه انه يكمل في ليفربول؟ انا اتمنى ان هو يكمل. أتمنى ان هو يكمل، لان المشوار ده ما يتعوضش طبعا، وحب الجماهير ليه ووضعه كمان في انجلترا ومكانته حتى الالقاب اللي بيحققها. لا مكانه هنا، واكيد اي حد يتمنى يلعب في ريال مدريد، لكن وضع محمد صلاح في انجلترا ومن اهم دوريات واقوى دوريات في العالم، فاكيد اتمنى هو يستمر مع ليفربول. طب احنا سالنا الناس النهارده في اول حلقه سؤال، هل الفار كان الحل ولا هل الفار اصبح المشكله؟ احنا تمنينا وتوقعنا في نفس الوقت انه لما نجيب تقنيه الفار في مصر هنا كل بقى مشاكل التحكيم اللي كنا عايشينها والخلافات والاختلافات دي هتنتهي، والحكم هياخد اداه مهمه جدا تساعده على تفادي الاخطاء او يعني تجاوز الاخطاء اللي ممكن تكون خاطئه ومؤثره. ولكن يبدو كده من تجربتنا انه الفار كمان نفسه بقى مشكله. فسالنا السؤال ده للناس، قبل ما استعرض اجابات الناس تقول لي رايك، الفار كان حل ولا اصبح مشكله؟ انا بشوف ان احنا الفار بنستعمله بطريقه بالذات الحكام بيستسهل ان هو يروح للفار، او حتى لو اتبلغ من الفار هو بيبقى صاحب القرار. يعني هو بيصاحب القرار في الاول وفي الاخر. لكن هنا احنا ممكن بنستعمل الفار او متعه كره القدم في اخطائها، ان الاخطاء وان انت مش ترجع في الخطا بتاعك، فهي دي المشكله. يمكن لما كله قاعد يتطرق لحته الحكام والحكام بتسيب ماتشات او بتكسب فرق على حساب فرق، فكنت لازم مماشاه مع الكره العالميه ان انت يبقى عندك بار كيفيه استغلالها، دي اللي بترجع لشخصيه الحكم. هي مشكله طبعا. هو الاكيد اكيد انه الفار ابدا عمره ما هيكون مشكله، لكن كيفيه استخدامه، اليه تطبيق الفار هي الحقيقه اللي اثبتت ان في مشكله كبيره جدا ومحتاجه شغل كتير الحقيقه من كل المسؤولين، مش بس من لجنه الحكام لكن من كل المسؤولين. لو كان عندنا رغبه يعني هنطور منظومه التحكيم. طب تعالى نستعرض اجابات الناس. طيب هنبتدي باحمد صلاح. احمد صلاح بيقول انه الفار ساهم في ضياع كتير من النقاط من النادي الاهلي الموسم ده والموسم الماضي. متفق معاك جمله وتفصيلا. جمعه فؤاد بيقول الفار في حد ذاته ليه فايده كبيره للدوري المصري، لكن للاسف كتير من الاوقات بيتوجه لاهداف معينه ضد فرق بعينها ولصالح فرق اخرى، وبيخلينا نكره التقنيه الجديده والجميله. متفق طبعا، الكلام ده ينطبق مش بس على الاهلي وعلى انديه تانية كمان. متفق كمان جدا مع وجهه النظر دي. السيد محمد هيبه بيقول مساء الخير عليك يا كابتن احمد، التحكيم المصري الفار بيحل المشكلات اللي في الدوري، وتحياتي ليك يا كابتن احمد. تمام. يوسف صلاح اكيد ساهم بشكل كبير جدا، عشان هنلاحظ ان في ضربات جزاء مش ضربات جزاء وتسلل وهو هدف، كل دي اخطاء وانا شايف انها اتصلحت بشكل كبير. اكيد طبعا ما اقدرش اقول انه التجربه عموما، يعني انا مش بعمم، لكن بقول ان احنا عشان نوصل للمردود او النتيجه المتوقعه من وجود تقنيه زي دي اعتقد لسه ناقص علينا كتير. لكن في اوقات كتيره جدا بيدي كل فريق حقوقه. يعني ده يوسف صلاح. نروح لمصطفى عبد الظاهر. مصطفى بيقول في ماتشات بتكون ليه فايده، وفي ماتشات تانية بيكون حكام معتمد عليه اعتماد كلي، فبيحصل تفاوت واخطاء، وده طبعا وارد. على فكره احنا مش ضد ان يكون في اخطاء، لكن تبقى نسبتها ايه؟ تبقى هي قاعده ولا الاستثناء؟ تبقى اغلبيه القرارات ولا اقليه القرارات؟ هي دي الفكره، ان احنا نقلل من حجم الاخطاء اللي بتسبب فيها الفار. محمد حافظ بيقول الفار في جميع انحاء العالم بيساعد الحكم، لكن عندنا في مصر بيوتر الحكم ويضلله للاسف. يعني مش هقدر اعمم برضو، لكن وجهه نظر تحترم. بدر، اعتقد بدر جابر، بيقول لا زاد من مشاكل التحكيم. والله العظيم اهلاوي افتخر والاهلي في القلب دايما يا بدر. عبد الله ابو بكر بالعكس، الفار ساهم في
تفاقمها، وهنكتفي بالجزء ده او يعني بالاراء اللي اتعرضت. واغلب الناس شايفه انه يعني انه الفار ما حلش المشكله قوي، بالعكس ساهم في تفاقم المشاكل التحكيميه، ورغم وجود التقنيه الا انه حالات الجدل والاختلاف حتى مش على مستوى الجمهور ده، حتى على مستوى خبراء التحكيم بقى اكبر واوضح بشكل كبير. ما ده اللي اتكلمت مع حضرتك فيه حتى قبل ما نشوف الاراء بتاعه الناس. المشكله مش في تقنيه الفار على قد ما احنا بنستعملها ازاي، او لازم يبقى زي ما حضرتك قلت ان يبقى في تدريب عليها بشكل دوري بشكل كبير جدا. ما يمنعش ان حكامنا يطلعوا بره في اوروبا يتمرنوا على تقنيه الفار، وده تطور في اداء التحكيم. مش قادر تطلعهم، هات لهم ناس من اوروبا هنا تديهم خبرة. ده مهم نشتغل على حكامنا، ما فيش مشكله سواء بره مصر او داخل مصر، نطور من الكوره في مصر زي ما حضرتك كنت بتتكلم. جبنا تقنيه الفار، بقى عندنا تقنيه التصوير حتى الفيديو، عدد الكاميرات اللي بقى في الملعب. لا، بالكره المصريه بتتطور بشكل كبير جدا، فاتمنى ان دي تبقى برضو من الحاجات او من الاساليب ان شاء الله نقدر نطورها الفتره اللي جايه، اداء التحكيم مع تقنيه الفار من حيث التطوير وكيفيه استعمال الحكام لتقنيه الفار، او لاستغلال المواقف الصعبه، او مش كل موقف هنروح للفار، كده مش هنلعب 90 دقيقه على بعض. امبارح الفار وقف الماتش، يعني لو خدنا ماتش امبي ده نموذج، تقريبا امبارح الفار وقف اللعب لاكثر من 10 او 12 دقيقه. الشوط الاولاني وقفنا شويه، والشوط الثاني وقفنا 7 دقائق، وقفنا كتير قوي. لا، هو قرار، يعني خد قرار وبعد كده هنرجع في الايربيس لحكم الفار، في دقيقه او دقيقتين هتقدر تاخد قرارك، لكن مش مع كل موقف. وعشان الصوره تكمل برضو، احنا كمان مخرجينا محتاجين يشتغلوا فار، او محتاجين ياخدوا كورسات فار، لانه في اوقات كتير جدا زوايا التصوير وكواليتي الصوره ما بيوضحش الموقف او الواقعه دي اللي عليها الجدل بشكل كامل، فبالتهيألي كمان الناس دي محتاجين نشتغل عليهم. يعني مهم جدا تكمله فعلا للفار، زوايا الكوره، زوايا او زوايا الموقف دي من اهم الحاجات اللي كانت في المباراه. ومفيش ما يمنع ابدا، عشان يمكن انا عشان احنا بنشتغل اعلام وعندنا تواصل مع الزملاء بره وجوه، حتى في القنوات الرياضيه الكبيره جدا، ان احنا نجيب كرو، بيجيبوا كرو، هم بيعملوا كده، الناس كرو بيجي يسطب. لو احنا، وانا على فكره انا ما عنديش شك في انه في كفاءات في مصر تقدر تعمل ده من غير ما نحتاج في الحته دي لخبرات اجنبيه، لكن لو مش عارفين لا، هاتوا ناس من بره بتنقل دوري، مخرج بينقل دوري ايطالي او بينقل دوري انجليزي اسباني، الناس دي بتسطب الكاميرات وبتحطها على الارتفاعات بحيث تبقى كاشفه، وبعدد معين من الكاميرات بحيث تبقى كاشفه كل الزوايا او حتى كل انجل التصوير اللي تقدر تنقل في النهايه صوره واضحه. ده هيصب في مصلحه الكره المصريه، يعني صحيح. كل اللي بنتكلم فيه ده هيصب في مصلحه الكره المصريه، ويقلل حده التوتر، التوتر والجدل والتعصب. لانه الجدل والتعصب ده اللي بيتنقل حتى للعيبه او للجماهير. هنا لما هتلاقي موقف مثلا معين في حقك خدته، فاكيد الجماهير مش هتوصل لحته التعصب، او لو اني اشك من انه ده هيقلل حده، لانه يبدو ان احنا بنعشق الجدل، ويبدو ان اثاره الجدل في حد ذاتها بقت هدف عند كتير من البرامج وكتير من الشاشات، لان دي الحته اللي فيها الشطه، ودي الحته اللي بتجيب المشاهد، ودي الحته اللي الترند. بتجيب اللايكات الترند بالظبط كده. ففي ناس كتير جدا شغلها مركز فين الحته اللي تثير جدل، ومدرسه طبعا، يعني مدرسه في ناس بتحب تشتغلها، فبرضو اشك ان. طب نرجع لماتشنا تاني، ماتش الاهلي والوداد، المشوار الاول، مشوار الاهلي في دوري الابطال، مشوار الوداد في دوري الابطال، ازاي بتشوفهم بصرف النظر عن المباراه النهائيه هتتلعب في المغرب؟ يعني اكيد النادي الاهلي كان عليه ضغوطات كبيره جدا، تلاحم مباريات، الاشتراك في اكتر من بطوله، وده كان ظاهر، يمكن ظهر حتى قبل ما نخش على مباراه الفاينل، اللي كان ظهر في المباراه الاخيره، مباراه امبارح، من حيث الاصابات، الاجهاد اللي على بعض اللعيبه، الاجهاد حتى في مفاتيح اللعب اللي عند النادي الاهلي، يمكن ده ما اثرش عليهم بشكل كبير جدا. لكن ممكن نتوجه حته طريقه اللعب المستر موسيماني. انا كان معايا فضل الرحمن ديفيدز، ده مدرب اورلاندو بايرتس، كنت بتكلم معاه في السادسه قبل ما حضرتك تشرفنا على طول. هم لعبوا لسه، كانوا بيلعبوا فاينل كونفدراليه قدام نهضه بركان اول امبارح، وخسروا اللقب بركلات ترجيح. فاستضفناه النهارده، قلنا نتكلم معاه شويه في الكره الافريقيه وظروف خسارتهم للقب وبتاع، وراجل من جنوب افريقيا فعارف بيتسو موسيماني. فكنت بقول له، اول افكرك انت كمان، اول ماتش لعبه الاهلي مع بيتسو موسيماني كان الوداد في المغرب.
تمام النجمه التاسعه وكسب الوداد، كان ماتش واحد من احلى ماتشات الاهلي بره الارض كسبنا، وانا كنت شايل همه لظروف كتيره، التوقف اللي حصل بسبب كورونا، الموسم اللي طول، فايلر اللي مشي، مدير فني جاي في توقيت سيمي فاينال افريقيا فاهم، والراجل جه الحقيقه قدم واحده من احسن ماتشات الاهلي وكسب الوداد رايح جاي، وصلنا النهائي اللي لعبنا فيه الزمالك. فبرضه يمكن خبره موسيماني دايما في الماتشات الكبيره والماتشات الحاسمه تقدر تراهن عليها بشكل كبير. ممكن الحرص اللي عنده، ممكن الحرص اللي عنده، او انا بشوف ان مستر موسيماني بيعرف يدرس الفريق اللي قدامه كويس، نقط الضعف ونقط القوه حتى في المباريات الكبيره. يمكن زي ما حضرتك قلت البطوله كانت التاسعه وخصوصا جه على سيمي فاينل، لكن ده كان بيرجع برضه للمستر فايلر والبصمات اللي حطها مع الفرقه، وجي عليها مستر موسيماني. يمكن حتى على دخله الموسم او اول الموسم هتلاقي مستر موسيماني لعب بطريقه 3-4-3 وغير في طرق اللعب مع توظيف لبعض اللعيبه، ساعة 4-3-3 وساعات 4-2-3-1 فهنا حته التنوع في التغيير طرق اللعب دي اللي بيساعدوا عليها بشكل كبير جدا اللعيبه وخصوصا من اهمهم زي ما اتكلمنا قبل كده على حمدي فتحي. انا هجي لك في اللعيبه دلوقتي طبعا. انا هجي لك في اللعيبه لانه انا بيتهيألي الماتش بتاع الوداد ده ممكن يكون اهم ماتش في تاريخ الجيل ده كله. يعني الناس دي جابت 2 برونزيه وجابت 2 سوبر وجابت 2 دوري ابطال، صح ولا غلط؟ طبعا. والتاسعه طبعا اللي كانت على حساب الزمالك انا عارف انها بالنسبه للاهلاويه الماتش ده مميزه بشكل كبير جدا، البطوله دي مهمه جدا. طبعا. لكن الثالثه على التوالي دي ما حصلتش في تاريخ القاره، مش في تاريخ الاهلي، مش الاهلي بطل الابطال والاهلي طبعا هو زعيم القاره. طبعا. لكن حتى في على مستوى القاره كلها بكل انديتها لم ينجح اي جيل لاي نادي انه يحقق 3 بطولات متتاليه. عملنا او كنا قريبين من ان احنا نعمل الانجاز ده، بس طبعا فاكر انت قصه العرجون والنجم الساحلي طبعا موجود فيها طبعا. وبالمناسبه يمكن الزملاء بيبلغوني ان هو يمكن يعني في وعكه صحيه كده نتمنى له الشفاء طبعا. ففي النهايه عايز اقول لك انه ده ممكن يكون اهم ماتش فيه، وده في حد ذاته دافع مهم جدا للجيل ده اللي كمان خد الخبره وتمرس على فكره لعب الماتشات الصعبه في ظروف صعبه وقدره على تحقيق انجاز اكيد. ويضاف حتى للجهاز الفني، الجهاز الفني ان انت تحقق 3 بطوله افريقيه على التوالي وتلعب ثالث مره كاس عالم، فده انجاز كبير جدا للجهاز الفني والمستر موسيماني. وده انا بشوف ان هو كان من اهم القرارات اللي خدها مجلس الاداره هو التجديد لمستر موسيماني في ظل احرازه للبطولات للنادي الاهلي والاستقرار والابقاء عليه. دي كانت من اهم انجازات المجلس اكيد، مع مجموعه لعيبه زي ما حضرتك قلت عندها مقاومات البطوله في المواقف الصعبه بتبان، اكيد انجاز كبير جدا ان شاء الله اللعيبه بالجهاز يقدروا يحققوه بمجلس الاداره. والواحد بصراحه مطمن لمجموعه اللعيبه الموجوده مع العوده من الاصابات او الاجهاد عندنا فتره. ان احنا المعادله دي عايزه برضه اسمع رايك فيها، ما بين ناس كانت غايبه، ناس راجعه من اصابه، تشكيل امثل، لعيبه تالقت ويمكن ما كانتش في الصوره انها ممكن تلعب المباراه النهائيه، مين ياخد مين يقعد؟ هجي لك في ده، بس خلينا نشوف واوريك مع جمهور السادسه صوره او لقطه صلاح بعد انتهاء طبعا البطولة البريمير ليج وتتويج السيتي بالبطوله. لكن صلاح زي ما قلت لكم فاز بلقب الهداف، وفاز كمان الجائزه الثانيه اللي معاه دي، هو افضل صانع للاهداف الموسم ده. عمل 13 اسيست وسجل 23 هدف، فلتاني مره بالمناسبه يحقق اللقبين دول في موسم واحد، انجاز كبير جدا. وخليني اقول لكم انه لقب الهداف تحديدا السنه دي بيحط صلاح مع نجم كبير جدا 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 زي الان شيرر، مهاجم يعني انجلترا ومهاجم نيوكاسل التاريخي، حقق اللقب ثلاث مرات لقب هداف بطوله البريمير ليج، وهاري كين نجم توتنهام برضو حقق اللقب الهداف 3 مرات، بيدخل معاهم صلاح السنه دي لانه ده بيعتبر ثالث سيزون يحقق فيه اللقب. اول سيزون حقق لقب منفردا برصيد 32، ثاني سيزون حقق لقب مع ماني واوباميانج بالمشاركه بينهم يعني كل واحد احرز فيهم 22، والسنه دي حقق لقب برضه هداف مع سون برصيد 23 هدف. مبروك للنجم المصري الحقيقه، نموذج مثال قدوه، قول زي ما انت عايز تقول. نتمنى ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا 100 محمد صلاح في ملعب اوروبا، وليه لا؟ يعني ما دام ابننا نجح في ده وبقى اسطوره من اساطير مش ليفربول، الدوري الانجليزي كله، انا شايف انه في مصر دايما، مصر دايما ولاده وفيها مواهب تقدر تكسر الدنيا لو عندها المينتاليتي وعندها الرغبه وعندها فكره
البعد شويه عن فكره الماده، لان الكوره مش بس فلوس، كوره انجاز وتحقق ذاتك، والفلوس هتيجي هتيجي، والدليل صلاح. اكيد هتلاقي كل انترفيو او كل لقاء صلاح بيعمله بيتكلم على حته المينتاليتي العقليه، مش امكانيات بس. كان في امكانيات عندنا لعيبه احترفت، ويعني لعيبه كتير بدون ذكر اسمائها، لكن المده اللي قعد فيها او البطولات اللي حققها والانجاز الشخصي اللي حققه مش كبير، مش زي صلاح. ده رجع للعقليه بتاعت محمد صحيح. صلاح، وان هو شغال على نفسه ازاي، الطموح اللي بلا حدود عنده، ان هو لحد اخر ثانيه عايز يحقق احسن لاعب في العالم، وان شاء الله هيقدر يحققها. كنت اتمنى ان هو يحقق بطوله الدوري، كانت تقدر تساعده بشكل كبير جدا. وخد الاف اي كاب ورايح على تشامبيونز ليج اهو ان شاء الله قدام الريال. اتمنى. ولا هتشجع الريال ولا لا؟ لا ليفربول. لا ليفربول. مبروك لصلاح طبعا، جايزه ويستحقها، واضافه كبيره جدا مع خساره ليفربول. اكيد ان الناس هتبقى سعيده بيه النهارده، ان لاعب في ليفربول بياخد هداف الدوري الانجليزي، فدي يمكن تخفف عليهم حاله الحزن شويه. وخلينا برضو في نفس الحته دي اقول، انا بس باصص على اللي جاي والولاد الصغيرين اللي بيشوفوا محمد صلاح وهو بيتوج بالالقاب سواء الفرديه او الجماعيه مع النادي، انه القصه مش قصه امكانيات بس، ومش قصه ظروف بس، لانه من افريقيا، وفي افريقيا انا متاكد ان في ناس ظروفها اصعب مننا بكتير، طلع نجوم كبار جدا في لعبوا في اكبر الانديه وحققوا القاب وحققوا بطولات. جورج ويا، سامويل ايتو، مش عايز بس يعني عشان ما ابقاش اقول اسماء وخلاص، لكن هم كتير جدا، عشرات، وقول مئات لو عايز كمان. فالموضوع مش قصه الظروف ومش قصه الامكانيات، قصه الاراده، قصه انك عايز ولا مش عايز. التشكيل الامثل والطريقه الامثل اللي بتحلم بيها في مواجهه الوداد يوم الاثنين 30/5. انا اقول التشكيل اللي انا اتوقعه تحلم بيه يكون جاهز ويلعب المباراه دي، وشايف انه قادر يحقق الفوز على الوداد في ملعبه. قصه الملعب دي شايف انها هتفرق ولا ممكن تحيدها؟ تحيدها كلاعب او كجهاز فني؟ لا، قصه ال يعني لو خليني اقول لك، لو جمهور الاهلي خد مساحه كبيره جدا في المدرجات او قدر يملى نص المدرجات فعلا، الملعب يفرق من وجهه نظرك؟ هيفرق بشكل كبير جدا، لان لعيبه النادي الاهلي دايما بيبقى ودناها مع جماهيرها. هيفرق لصالحنا. لصالحنا طبعا يعني. طبعا كم الجماهير اللي هتبقى موجوده اكيد هتبقى دافع للعيبه، وخصوصا المسؤوليه دي عند اللعيبه. انا بشوف ان التشكيل اتوقع يعني ان الشناوي وهيلعب كباك رايت هاني، ويرجع ياسر، ممكن يلعب رامي ربيعه وايمن اشرف مع عوده ايمن اشرف، علي معلول اتمنى ان هو ان شاء الله يكون في الحاله البدنيه الكامله ليه. الجولين بتوع امبارح هيفرقوا معاه كتير قوي جدا، صح؟ ثقه ثقه، ومعنويا طبعاً بشكل كبير جدا. جاب ثلاث نقط غاليين، صحيح غاليين. وهنا زي ما اتكلمت مع حضرتك، قيمتك انت كلاعب او كمفتاح لعب من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي، ان انت تبقى موجود في الدقيقه 94 والدقيقه 97 في المكان فين؟ ده فين؟ راس حربه في السته يعني. السته يعني انت بتكمل كمهاجم تاني يعني. فالروح والعزيمه والاصرار والخبرات، اللي اكتسبها علي معلول، ان انت تبقى موجود في المكان دوت، فاكيد هو اضافه قويه، وانا اشوفه من اهم مفاتيح اللعب الناحيه الشمال. وهداف على فكره، مش مفتاح لعبه بس، ده هداف، جايب 25 جول مع النادي الاهلي ما شاء الله. لا لا، جايب 25 جول، من اهم ما تعلم في افريقيا عامه. وعلى فكره هو لما بيتوظف يعني في بعض الماتشات كده واللقطات بيتوظف فيها كجناح، لا عنده يعني بص طريقه اللعب هنا اللي هتساعده، وخصوصا لما بيكون ورا ايمن. لكن هيواجه صعوبه لما بيكون ورا حد تاني يعني. ممكن لو اللاعب ياسر ورامي، وهتلاقي علي يعني بيقلق ان هو يطلع شويه، بس لكن لما بيلعب بثلاثه في نص الملعب بياخد حريه، بياخد حريه، والطرفين الملعب بياخدوا حريه، واللي بيقدر يامن دي بشكل كبير جدا حمدي فتحي. وترشح انه يلعب في الماتش اللي جاي بثلاثه في نص الملعب يعني، لو حمدي وديانج والسولاي جاهزين، ولا شايف انه قفشه امبارح كمان؟ الحقيقه قفشه كان من نجوم الماتش امبارح. اتمنى ان يلعب بحمدي وقفشه والسولاي، لان قفشه بيأدي، لان الراجل بيلعب بسته تمانيتين، ما بيلعبش بثلاثه فلات، لكن بيلعب بسته وقدامهم اثنين تمانيتين. شايف ان الثلاثه الانسب حمدي فتحي السولية، ومعاهم قفشه، لان ديانج مجهود ما تقدرش تستغنى عنه برضه، ولا ممكن في بعض من الاوقات. هنا هترجع لاول ربع ساعه او اول 10 دقائق، سير الماتش يبقى عازم، ومهم جدا على مستر موسيماني يبقى مقسم المباراه بشكل جيد، وان شاء الله النتيجه تقدر تساعدنا ان انت تقدر تسيطر على نص الملعب، ممكن بتغيير زي بتاعت اليو ديانج. الجوكر الثلاثه اللي قدام والجوكر عبد القادر، تبتدي بيه ولا تحط ورقه كارت كده ترميه على الترابيزه كده تخلص بيه الجيم؟ لا، عبد القادر يبدا. عبد القادر يبدا ومعاه شريف قدام، ومين؟ وممكن العب هناك الناحيه الثانيه. عندك طاهر والشحات وبيرسي،
لا لاعب بيرستاوي. بيرستاوي 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 بيبتدي، واكيد هيبقى معاك اوراق رابحه بره، اهمهم حسين، اهمهم بطاهر، ومهم جدا في المباريات الكبيره دي ان انت يبقى معاك اوراق رابحه. صحيح على دكه البدلاء. صحيح، وبالتاكيد ان شاء الله باذن الله سكواد الاهلي كل اللي طالع باذن الله يكون جاهز للمهمه. انا عايز بس اختم الحلقه النهارده برساله لجمهور النادي الاهلي، ما تشغلوش بالكم باي حاجه بتحصل النهارده، في اجتماع مجلس اداره بالمناسبه، وهتتابعوا على شاشه الاهلي كل التطورات واخر القرارات المتعلقه بالنواحي الاداريه دي والتحضيريه للقاء وسفر البعثه والجماهير، سيبوها للمسؤولين في النادي الاهلي. مش مطلوب من حضراتكم انكم تشتتوا تركيزكم ولا انتباهكم مع اي شيء الفتره اللي جايه غير الدعم. احنا هدفنا واضح وصريح، الثالثه على التوالي، ال11 في تاريخ النادي الاهلي. قدامنا على المهمه دي اسبوع، ارجوكم ما وراكمش حاجه غير انكم تدعموا ابطالكم ونجومكم وفريق النادي الاهلي عشان يحقق الهدف ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي 30/5 في مركب محمد الخامس في نهائي دوري الابطال. كل الشكر ليك كابتن احمد، شرفت ونورتك العادي. ربنا يخليك. انا اخيرا دايما. بس بقى اللي باكد عليه كلام حضرتك، فعلا ان مجلس اداره النادي الاهلي بيعرف يتعامل مع المشاكل دي كويس، وعنده زي ما بنتكلم على اللعيبه الخبرات والمقاومات اكيد عند مجلس اداره النادي الاهلي، وكيفيه التعامل مع كل ما يحيط بالفريق ان هو يوفر له الاجواء المناسبه. فاكيد ربنا مع مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، وان هو يقدر يوفر كل سبل الراحه للفريق وللجهاز الفني في احراز البطوله ال11 ان شاء الله. اسبوع باذن الله نتمناه لون احمر، البدايه ليفربول ضد الريال 28/5 في نهائي تشامبيونز ليج اوروبا، وبعدها الاهلي ان شاء الله ضد الوداد في نهائي تشامبيونز ليج افريقيا. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكرر الشكر للكابتن احمد عادل على تشريفه لينا في السادسه النهارده، وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشه الاهلي.